محمد حياك الله يا محمد. محمد منور. مرحبا الله يحييك. يا هلا وسهلا يا محمد. حياك الله يا محمد. متسابق جماهيري لكنه فارغ محتوى. عبد الله الحربي كانت اجابتك. صحيح. ليش؟ وجهة نظر مثل ما احترم وجهة نظركم. طيب انا اسال ليش فارغ؟ عادي انا عارف انه وجهة نظركم احترمها. وجهة نظر يعني. اي بس عبد الله الحربي قارئ ما شاء الله تبارك الله يعني من اكثر الشباب اللي اثروا المحتوى في البرنامج مهندس يعني اثراءاته ومشاركاته كانت ايجابيه في البرنامج يعني هل انت كنت ملزوم انك تجاوب يعني تسقط على زميلك انه فارغ؟ ما هو بسقاطا اجل اذا كان فارغ محتوى يعني هو جمهور عنده بدون سبب اجل شو نسميها؟ انا اعطيتك وجهه نظري اللي هو نايف ثامر وبعطيك وجهه نظري ذا الحين سم وما زلت على وجهه نظري ما عندي من يسار ما انا عادي اتقبل خلنا يجاوب يعطيني وجهه نظره بعدين عليه بس لا خلي يجاوب بعدين اسمع جالي سؤال من نايف ثامر والله اني ناسي وش صيغه السؤال خلنا نسمع السؤال ونرجع لك عشان نسمع تبريرك اعطونا المقطع 9 متسابق جماهيري لكنه فارغ كانت اجابات الشباب قدامكم متسابق تشوفون انه نجم ولكنه فارغ يا سلام فارغ محتوى احسنت عبد الله الحربي يا ابو ظافر والله انا واضحه وجليه يا ابو ظافر اعطي اياها خلص اظهرها افعلها وخلصها اظهر سدلوش غيرت المسار ناصر فارغ محتوى ما قدم شيء ولكنه جماهيري عبد الله الحربي طيب محمد انت تقول ببرر تفضل التبرير طال عمرك وانا اقول له مكانته وله تقديره اخوي ابو ماجد عبد الله الحربي بعد ما جلبته ولكن ما زال فارغ محتوى اي ليش؟ وجهه نظر الله يجزاك خير طيب انا قلت لك يا محمد هي مو بهوشه ترى عادي طيب انا وش اقول له؟ طيب انا اقول لك انت الان تقول فارغ محتوى طيب. بناء على ايش؟ وجهة نظري انا يا محمد يعني اشوفه فارغ محتوى اشرح لك اياه بالواقع فارغ محتوى عقلي اشرح لك اياه ما عنده محتوى محمد الرزقي سام يا ابو الله يعطيك العافيه ابى اشرح لك اياها تمام ابو ايش ابو ايش ابو رحمه ابو رحمه ابى اشرح لك اياه بقول لك مثلا ابو رحمه ما يصلح متسابق بناء على انه الرجل والله عنده مشكله مثلا في الرياليتي وليس يمتلك مثلا مواد علميه معينه في اثراء الشاشه ولا يستطيع الوصول لليوم 90 وما عنده القدره انه يكون متواجد 24 ساعه على الهواء لان هذا البرنامج يكون 24 ساعه ما في 16 ساعه زي البرامج الماضيه في اسباب فبنيت على ذلك يعني إيه بنيت على ذلك انه انت ما تقبل في البرنامج القادم هذا السبب عبد الله الحربي فارغ محتوى لماذا علل فارغ محتوى ما عنده على قولتكم رياليتي ما عنده ايش رياليتي وش الرياليتي بوجهه نظرك رياليتي في البث يقعد في البث طيب ممتاز وصل 90 يوم هذه كيف ما ادري كيف وصل هو الوحيد اللي كافئ اسالوا انفسكم لا تسالوني علي هو الوحيد انا ماني في الاعداد ماني في الاداره يا محمد هو الوحيد دام انك كنت في الاعداد هو الوحيد اللي كافئ ابو سلطان لانه مسك بث اكثر من ثلاث مرات اكثر من ثلاث مرات الحاله مسك ايش ماسك بث مثل ما قلت انت رياليتي مسك الرياليتي الحاله ثلاث مرات ساعات طويله الحاله اسلم شال الرياليتي الحاله وقام بالليله واثر المشاهد مسكها ثلاث ساعات ايه مسكها 28 يوم هو مسكها يعني هو ماسكها 28 يوم ما شفت 28 يوم شفت الثلاث ساعات طيب ممتاز يعني مسك 28 يوم يعني عنده محتوى بعدين كيف تسقط على زميلك اللي ما عنده محتوى السؤال هذا الاهم يا عبد الله يعني اليوم متسابق قبل محتوى فارغ الفارغ شو فارغ يا عبد يا ابو رحمه الله يحفظك الفارغ اثنين في وجهه نظري اللي تيجي فارغه تانك السياره والسطل بس الرجال ما تجي فارغه الرجال تجي فيه راسها من العلوم اللي يملاها هذا هؤلاء الفارغين انا جاوبت على السؤال نفسه واضح الكلام واضح هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انا اقدر اقول ان علي الغامدي ما عنده محتوى الفارغ اثنين تانك السياره والسطر بس اما الرجال ما هي فارغه هذا رقم واحد رقم اثنين الرجل عبد الله الحربي اكثر واحد عنده مقاطع يوتيوب في اكثر واحد عنده مقاطع فيديو في التيك توك حلو. ومن اعلى الناس في احصائيه اليوتيوب ومن لا زال مستمر الى اليوم 82 في مقابل انك خرجت انت يوم 28 واكثر هذا توفيق من الله يا ابو اسمعني الله يخليك واكثر الناس جمع للجماهيريه واكثر الناس جمع للجماهيريه والرجل طال والرجل طال عمرك جمهوره اعطاه الحصانه اكثر من مره هذا توفيق من الله يا ابو معين طيب ليش التوفيق لا اعتراض على توفيق من الله طيب دام التوفيق هذا موجود توفيق وسبب الله سبحانه الله سبحانه وتعالى قال
فسيروا في الأرض. صح. فسيروا في الأرض، ما قال اجلسوا وكلوا من مرق، قال سيروا سيروا سيروا. يوم قال أيوب وهو مريض قال فاضرب برجلك اضرب، هذا مغتسل بارد وشرب. يعني الرجل ما حصل إلا أن تعب. صح. لن يحصل هذه النتيجة إلا بعمل. الجنة لن ندخلها إلا بعمل. وبزيد على كلامك، النار لن يدخلها الكفار إلا بعمل. بزيد على كلامك يا فهد، شوف بعض الناس طال عمرك قبل كل شيء هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وعمل. من ناحية الجمهور وعمل، يوم تقول لي جمهور وحصانه ومن وعمل يا أبو رحمة أكيد. اسعى يا عبدي واسعى معك. يا سلام. صح. يا سلام. صح ولا لا؟ كويس إنك تعرف. حلو. أنا أعرف. أيوة. ولكن هذه كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى. وسعى. طيب التوفيق. أنا ساعة جزاك الله خير 28 يوم. وسعى. ورجال ساعة 3 ساعات. وسعى واحدة. يا وجه الله. يا وجه الله. دقيقة علي. ساعة ذات ساعة. لا دقيقة يا حبيبي، هو 82 يوم. أنت أبو 28. لا أنت قول لي مسا كلبة 3 ساعات. الحالة نتكلم عن الحالة. مش ما أنت محتاج عبد الله عتيبي عشان ينجمك يوم دخلت الدخلة. لا لا لا. ما أقدر إلا أنا. مستفزع بعبد الله. لا لا. لأنك ما تستطيع تقدم لوحدك. عبد الله يقولك. إيش اللي حادك انك تسقط على زميلك؟ هل هي مبنيه على العلاقه اللي بيني وبينه العاطفيه، اني اقدر هذا الشخص او اكرهه وبناء عليه اصف انه فارغ محتوى او لا؟ يعني ما لقيت الا الشخص اللي رشح علي الغامدي افضل ناقد مر على برامج الواقع، ورشح عبد الله الحربي امس انه يكون هو نجم الرياليتي في البرنامج، يجي متسابق ما كمل 28 يوم ويصف عبد الله انه فارغ. طيب اجاوب. تفضل تفضل يعني. هل استدعيتوني عشان نجاوب على عبد الله الحربي عشان ينجموا بكم بعد ولا كيف؟ منو اللي نجمنا؟ عبد الله الحربي. مثل ما تبغى ينجمك انت بينجمك. هذه نظرتك. هذه مصيبه. لا صار المقدم ينتظر متسابق ينجمه. هذه مصيبه. طيب يعني لا فهد دقيقه، الاجابه سهله. انتم تنتظرون عبد الله الحربي ينجمكم يوم المقدمين؟ هذه مصيبه يا عزيزي. يا عزيزي انا كلامي واضح، سؤالي ما جاوبت عليه. سؤالي قلت هل وانا جاوبت عليه. اصبر هل رايك وش معنى اخترتوا عبد الله الحربي؟ هل هو ضعف محور عندكم او ضعف جمهور؟ يا علي اصبر خليني اجاوب لو سمحتوا. انت يا عزيزي من اجبت بعبد الله الحربي مش انا، هذا واحد. اثنين، وش معنى عبد الله الحربي؟ انت اللي جاوبت عليه. طيب وش معنى الشخص ذا بالذات عشان ينجمك يا سعود العتيبي؟ دقيقه يا عزيزي، هذا دليل. انا وصلتني اجابه ليش انت اخترت عبد الله، نقطه اخر السطر حطها على جنب. لا دقيقه فهد، هذا دليل انك انت تبحث عن جمهور. ما عندي لك شيء. نقطه على جنب، اخلاقك تمثلك معلمي. نجي اخلاقك وصلتنا عادي. نجي للسؤال الثاني، هل تقييمك لعبد الله مبني على حبك لعبد الله او كرهك، ولا تقييم حقيقي؟ كيف يعني تقييم للشخص نفسه؟ يعني لا عبد الله له مودته ولا حبه، هذه خلها على جنب. وبيعك بالفارغ عندك يا فهد، هذا الفارغ قدامي فعلا. ابو رحمه ابو رحمه، هذا فراغ المحتوى قدامي. ابو رحمه الله يخليك، انا ممكن كمقدم ماني مخالف. انا نتكلم عن المحتوى ولا عن المودة؟ لو سمحت دقيقه فهد، نتكلم عن المحتوى ولا المودة؟ خلي من المحتوى. انت تقول عبد الله الحربي انت تحاولون ننجم بكم، صح؟ صح. انت صح. اللي هو سعود العتيبي، سعود وعلي وانا بعد بصر. اسمع بعلمك، ضيف نفسك معهم اذا كان عندك ضعف. ابو رحمه ضيف من نفسك، بعلمك انا بعلمك ليه. ممتاز، انا موافق ومتفق معك بالعشره. ليش؟ عبد الله الحربي مو خوي، فانا طال عمرك ممكن اخذ اهبش انجم عليه. الموت اللي جالس معه 28 يوم وياكل ويشرب معه ويجلد عشان ينجم على جزاك الله خير. هذا الموت ما هو بنا. انا ماني خويه، انا ماني بتقفاه، انا ماني بخويه. لا بسوي به اللي ابي. ما خلي المودة على جنب. انت اللي بينك وبينه ما يلزم وتنجم عليه. انت اللي بينك وبينه ما يلزم وكلت معه. المودة على جنب. كلت معه في صحن واحد هم شذبت عرقوبه. انت اللي عليك العيب ما هو علي انا. انت شذبت عرقوب محمد الودعاني وتصور معه. عبد الله الحربي شذبت عرقوب محمد الودعاني وتصور معه. دور الترند يا ضعيف. عبد الله الحربي انت ضعاف. أنت ضعيف. أنا بعلم. أنت تنجمون على حساب المتسابقين يا ضعفاء. عبد الله الحربي والمتسابقين ما أنت بخوياي. أنت تنجمون على حساب المتسابقين يا ضعيف. لكن أنت ضعيف لأنك رحت. والله أنتم تنجمون على حساب المتسابقين يا ضعيف. أنا من ينجم. مصيبة. تاكل معي في صحن. كم لك في التقديم؟ كم لك في التقديم؟ كم لك في التقديم؟ فهد معيان كم لك في التقديم؟ كم لك في التقديم يا فهد معيان؟ أبو رحمة كم لك في التقديم؟ أنا ما شذبت عرقوب سعود. كم لك في التقديم؟ 20 سنة 14 سنة هذول أخوياي ما شذبت 14 سنة خوي 81 يوم ونجم أكثر منك اللي 14 سنة خوياي ما شذبت عراقيب وإمام التشذيب عراقيب خوياي أبو رحمة خويي 81 يوم نجم أي واحد الفارغ هل هو الفارغ؟ خويي الفارغ
خويك ضعيف يا ضعيف جوي انت رحمه انت تختار عبد الله الحربي تبغى تنجم على حساب رحمه تختار اشخاص معينين يا ضعيف محاول يا ضعيف جماهيري انت مقدم كم لك سنه مقدم في الاعتراف كم لك سنه ما ضميت خير ولا ضميت جمهور الرجال له 81 يوم اسمع مني وجمع جمهوريه انا اللي 28 يوم ولي جمهور اكثر من جمهورك يا مقدم يا ضعيف صل على النبي محمد اسمع ان كان الجمهور يزيدك ولا يخليك تعرف الخوه فلا الجمهور ما يزيد يا رجال نعرف الخوة قبل ما اعرف وجهك هل هل الخوة يا رجال هل هل الخوة هل هل الخوة خلك ما نبيع خويي ما نبيع خويي ما نبيع خويي ولا نبيع رفيقي كيف ما بعته انت تقول فارغ محتوى اجل متى بتبيع ايش البيع اذا فارغ محتوى مو بيع يا علي اذا فارغ محتوى مش بيع ايش البيع عندك يا ولد تفضل يا علي تفضل يا علي بخلي هذا كل الورق كله على جنب وكلمة فارغ كله على جنب بس السؤال هل تعلمون معلومة أن هذه أول مداخلة لمحمد الرزقي في الرادار الذي يقيم الفارغ محتوى أول مداخلة بعد 81 يوم محمد الرزقي أول مداخلة فارغ ما ليش نجيبه فأنا ودي أسأل سؤال محمد الرزقي محمد الرزقي تمام معقول لا كاريزما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ولا عشرة أول عشر أيام ما طلع لهم محور معك عبد الله الحربي من ثاني حلقة كم معنا ضيف أيا كان المحور إيجابي أو سلبي أيا كان وينك يا محمد الرزقي 81 يوم وينك 28 يوم يا فهد أقول علي الغامدي أقول لك ويني مارس النشام التقهوى الله الله يعز النشام التقهوى ما رجال ما يحب المناقيد مارس النشام التقهوى هو يقول الله يعز لحيتي منكم يقول ما ندور المناقيد يعني اخويا اهل دخلوا كلهم هالمناقيد النقطه الثانيه يا علي تنشد رجال الله يعافيك تنشد رجال يقيس الطيب والضعف في الجمهور وان معك متابعات وانا انا اقيس الطيب والضعف تنجم على حساب المتسابقين يا ضعيف تنجم على حساب المتسابقين يا ضعيف كم صار على النبي والله الله يستر تنجم على حساب المتسابقين ما عندكم محاولة يا الله المتسابقين ما نجمتوا والعلم الغانم تقاس كم معك متابعين ما هو المتسابقين ما نجمتوا احنا تقدمنا فعايلنا ما يقدمنا ارقامنا ايش قدمت وش قدمت قدمت شيء واحد وش قدمت ايش شذفت عراقيب وش قدمت بيض الله وجهك بيض الله وجهك انت مجمل مجمل اسمع اول ما بعتت خوي رفيقك سالم جديع يا بايع الرفقة اسمع الكلام اول ما بعتت سالم جديع يا بايع الرفقة مو بخوينا رفيقك بعته رفيقك بعته مو بخوي رفيقك رفيقك ليت بلا رفيقك بلا رفيقك يا بايع الرفقة يا بايع الرفقة شكرا لك يا بايع الرفقة يا اتمنى تروح تبرر لعبد الله ليش قلت له فارغ محتوى زميلك اللي للاسف يعني يعني شوف اللي اختار سعود علوش يعني وش جديد اختيار اسم علوش من قبل المتسابقين يا علي دقيقة سعود علوش اسم ليس بجديد لكن محمد الرزقي بشكل غريب ويبرر يقول انتم تدورون نجومي انا ما هل انا جيت يا محمد الرزقي وقلت اختار عبد الله الحربي انا اللي استغرب ان المتسابق طلع مثل ما قال في 28 يوم ويجي في اليوم 82 او 81 هو يا نايف ثامري اللي انا ما ادري كيف جايب الاسئله هذه وعلى اساس هذه النسخه تقيس قوتهم يعني بدل ما يجون يقول من الافضل يا علي من الاحسن جاي يقول من اللي ما تتمناه من اللي فارغ محتوى يعني نسخه والغريب انهم يجاوبون السؤال غريب والاغرب انهم يجاوبون المشكله يا اخي انا ودي اسال سؤال ودي اقترح يا عزيزتي الاداره